السلام عليكم شباب، كيف راكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقوم بوضع قواعد لدرس جديد، وهو المعادلات والمترجحات، لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون. الوغ اول حاجه، قبل ما نبدا لكم اون سيري ديكزيرسيس، غنحاول نعطي تذكير ببعض او اهم القواعد اللي عندنا في الدرس. اول حاجه، كتعريف للمعادله من الدرجه الاولى، ليكواسيون دو بروميير دوغري. اولا، هذه المعادله او المعادله من الدرجه الاولى تكتب على شكل ا اكس زائد ب تساوي صفر، حيث ان ا و ب عددان حقيقيان. اي ب سون دو نومبر غيال. اكس هو او اكس يسمى المجهول او بيان لانكونو. دونك اثناء حلنا لمعادله لهذا الصنف من المعادلات، فنحن نجد حلا او حلولا لهذه المعادله، يعني نجد ما هي الحلول التي وماذا يساوي اكس في هذه المعادله. دونك عندما نجد اكس نقول اننا قمنا بحل المعادله او وجدنا حلولا للمعادله. اذا نبدا اولا بحل المعادله التي تكتب على شكل ا اكس زائد ب. دونك ا اكس زائد ب، عندما نريد حلها فاننا ناخذ ا اكس تساوي ناقص ب. دونك عندي هنا زائد ب، الوغ للتخلص منها هنا ربما ناخذ زائد ب ونديوها للطرف الثاني ونعكسو الاشاره تولي ناقص ب. اذا تحولت للطرف الثاني، اي عدد حولناه من طرف الى اخر، اذا كانت عندي هنا لا سوم كان عندي بلس كنديوه لوطخ كوتي كيرجع موا، او بمعنى اخر عندي ا اكس. دونك هنا نشرح اكثر، ا اكس زائد ب كتساوي صفر. باش نحيد هاد ب من هنايا كندير هنا ناقص ب ونضيف هنا ناقص ب. دونك شنو كيولي عندي؟ هادو متقابلان، يعني ا اكس كتساوي زيرو ناقص ب اللي هي ناقص ب، هي راه نفس الشيء. دونك زائد ب نحولها للطرف الثاني فتصبح ناقص ب. واخيرا نبحث عن اكس. دونك للبحث عن اكس هنا عندي ا مضروبه في اكس، داكوغ؟ دونك هي اكس كتساوي ناقص ب، هاد ا عندي جداء كترجع هنايا قسمه. دونك جداء قسمه، دونك هنا كنديروها هنا في المقام. او بطريقه اخرى، اذا عندي ا اكس، دونك هذه ا اكس تساوي ناقص ب، غنقسم هنا على ا ونقسم هنا على ا. دونك واحد الحاجه اللي عندي في المعادلات، ملي كتكون عندي واحد ليغاليتي متساويه، الا ضربت هنا في عدد وهنا في نفس العدد، دونك راه هاد ليغاليتي غتبقى صحيحه، او هاد المعادله غتبقى كما هي، يعني ما غاديش تغير. دونك المعادله ما كتغيرش الا ضربنا في نفس العدد او قسمنا على نفس العدد او زدنا نفس العدد او نقصنا او طرحنا نفس العدد. دونك في هذه الحاله هذه غادي نختزلوا ب ا، تبقى عندي اكس كتساوي ناقص ب على ا. دونك هذا هو حل المعادله اللي كتكون على الشكل ا اكس زائد ب كتساوي صفر. الان نمروا للصنف الثاني المعادلات، وهي المعادله التي تكتب على شكل ا اكس زائد ب عامل لي سي اكس زائد دي كتساوي صفر. تابعوا معايا مزيان هنايا، ملي كيعطوني نحل معادله بحال هكا، اول حاجه كتبان لكم هي ان هذا عباره عن جداء كتبداو تنشرو، وإلا نشرتو هنايا غتولي عندك ا اكس في سي اكس، يعني ا في سي في اكس، ا سي اكس، ا في اكس في دي، ا دي اكس، ب سي اكس زائد ب سي اكس زائد ب دي، ب دي، واخيرا تساوي صفر. دونك شنو علاش؟ دونك هنا ا اكس سي اكس، يعني ا في سي في اكس في اكس، يعني اكس اس اثنان. الا لاحظنا هنايا ولات عندي معادله من الدرجه الثانيه، ها هي الدرجه الثانيه، الدرجه فوقاش كنعرفوا الدرجه ديال المعادله، كنمشيو لاعلى اس، يعني اعلى قوه عندنا، اكبر قوه عندنا العدد اكس. مثلا هنا عندي اكس كاري، هنا عندي اكس، هنا عندي اكس كاري. دونك هاد المعادله هذه من الدرجه الثانيه، ماشي بحال هذه، هذه من الدرجه الاولى، حيت عندي غير اكس اس واحد.
اذا الا قمت بالنشر صعيب عليا باش نحل هذه المعادله هذه اصون نيفو، يعني في النيفو ديال الثالثه اعدادي صعيب عليا انني نحل هذه المعادله. الوغ شنو كنديروا في هذه الحالات؟ فيما تكون عندي معادله من الدرجه الثانيه ما ننشرش، نخليها او لا احترهم عطوها لي بحال هكا انا نحاول انني نعملها. دونك هذا التعبير هذا اهون ليا من هذا التعبير. الوغ كيفاش غنحل هذا التعبير هذا كيساوي اكس رغم ان هذه راه معادله من الدرجه الثانيه، لان هنايا الا درت اكس في اكس غتعطيني اكس اس 2. الوغ هنا غنطبق واحد القاعده اللي كتقول الا كان عندي ا في بي كيساوي صفر، هادشي كيعني ان اما ا كتساوي صفر او و بي تساوي صفر. دونك ملي كيكونوا عندي معادله من هاد بهذا الشكل هذا كنعتبر هذا كامل هو ا وهذا كامل هو بي. وشنو كنكتبوا؟ ا دونك هنا عندي ا في بي كتساوي صفر، يعني ا كتساوي صفر او بي كتساوي صفر. دونك غنرجع لهاد المعادله. اذا الحل ديال هاد المعادله الوغ ا اكس زائد بي كتساوي صفر، او بيان و هادي سي اكس زائد دي، سي اكس زائد دي كتساوي صفر. ونكملوا الحل. دونك هنا الحل غادي يتم على جوج ديال على جوج ديال العوامل. دونك العامل الاول كيساوي صفر والعامل الثاني كيساوي صفر. دونك عندي غندير جوج ديال لي بارتي، غنحل هذه كمعادله من الدرجه الاولى ونحل هذه كمعادله من الدرجه الثانيه. هذه شحال غتعطيني؟ بحال اللي شفت من قبل اكس كتساوي اذا زائد بي نجيبها هنا تولي ناقص بي ونقسمها على هاد ا على ا. ثم هنايا ايضا عندي معادله من الدرجه الاولى اكس كتساوي زائد دي، عندي هنا نديها للطرف الثاني تولي ناقص دي، وهاد السي عندي جوج نرجعها هنايا لتحت قسمه. الوغ هنايا شنو حصلت على جوج ديال الحلول؟ حل عطاتولي هاد المعادله الاولى وحل عطاتولي هاد المعادله الثانيه، يعني هاد المعادله كامله تقبل حلان. دونك لي سوليسيون دونك ولا نكتبو موان بي سور ا موان بي سور ا اي موان دي سور سي موان دي سور سي دي سور سي سون دو سوليسيون sont deux solutions de cette équation. Moins b sur a et moins d sur c sont les solutions de cette équation. Bien des solutions de cette équation. Des solutions de cette équation. هنايا هادو هما يعني الحالات اللي عندنا بالنسبه للمعادلات. الان غادي ننتقلوا للمتراجعات او بيان لي زينيكواسيون. دونك يعني في حدود سنه ثالثه غادي نحاولوا او غادي ندرسوا فقط المتراجعات او بيان لي زينيكواسيون دو بروميير دوغري ديال بمجهول واحد من الدرجه الاولى. دونك هنايا المتراجعه يمكن كتابتها من الدرجة الأولى على شكل أ إكس زائد بي، أ إكس زائد بي أصغر من صفر. دونك ممكن نلقاو أصغر قطعا، ممكن نلقاو أصغر من أو تساوي صفر. دونك هادو بجوج هم كيتسماو متراجعات. أول حاجة لحل المتراجعة شنو كنديرو؟ دونك كتبو معايا. هنايا عندي زائد بي كما قلت لكم من قبل. دونك ناخذ ا اكس زائد بي اصغر من او يساوي صفر. للتخلص من هاد بي من هاد الطرف ونجيبوها للطرف الثاني غادي اما زائد بي نديها هنا تولي ناقص بي، او لا هنا نقص بي وهنا ايضا نقص بي. دونك غتولي عندي ا اكس زائد بي ناقص بي غتمشي تولي عندي صفر ناقص بي هي ناقص بي. ثم بعد ذلك ناخذ نتخلص من ا. دونك نقسم هنا على ا ونقسم هنا على ا، ولكن هنايا اون في اتونسيون الا كان ا عدد موجب، ا عدد موجب كنقسم على ا ونقسم على ا بلا ما نغير الترتيب. دونك كيمشي لي هذا مع هذا تبقى عندي اكس اصغر من او تساوي ناقص بي على ا. الان الا كان عندي ا صغر من صفر دونك ناخذ ا اكس على ا موان بي حتى هما نقصو نقسمو على ا عدد سالب. هاد الترتيب هذا ما يبقاش كيف ما هو، هاد الترتيب هذا غادي يتعكس
غادي يولي عندي دونك نختزل اكس اكبر من او تساوي ناقص بي على ا. دونك هذا هو حل المترجحة بمجهول واحد من الدرجة الاولى. الان نمر الى سلسلة من التمارين. ناخذ التمرين الاول. لدينا 7x تساوي 21. دونك هنا ديجا عندي العدد المعلوم ها هو في هذا الطرف. دونك قالت لي 7x قالت لي غير 7 اللي خاصني نتخلص منها. شنو غندير؟ غنقسم هنا على 7 ونقسم هنا على 7، او ناخذ x كتساوي 21 وهاد 7 نقسم عليها هنايا. شنو غتعطيني اونفان؟ دونك 21 مقسومة على 7 غتعطيني دونك 3. x كتساوي 3، وفي الاخير ضروري نعطيو استنتاج. دونك هنايا ممكن نقولو 3 est une solution de cette équation. نمشيو المعادلة الثانية. يعني 2 على 3 x كتساوي 7. دونك شنو غنديرو في هاد الحالة؟ غنضرب هنا في 3 على 2 ونضرب هنا في 3 على 2. علاش غنحسب؟ دونك 3 على 2 في 2 على 3 نختزل بجوج نختزل بثلاثة، تبقى عندي x كتساوي 7 في 3 على 2. 7 في 3 هي 21 على 2. دونك هذا هو الحل. نقول 1/2 21/2 est une solution de cette équation. نمشيو المعادلة الثالثة. لا ميم شوز غنخدموها. 5x ناقص 25 نديها للطرف الثاني تولي زائد 25 x كتساوي 25. هنا عندي جدا، اذا غترجع عندي هنا في المقام على شكل قسمة، كتساوي لنا 5. اذا شنو نكتبو في الاستنتاج؟ 5 est une solution de cette équation. Bien, est la solution de cette équation. 3x ناقص 7 كتساوي ناقص 2x ناقص 9. دونك هنا شنو غنديرو؟ غنديو الاعداد المجهولة في الطرف الاول والاعداد المعلومة في الطرف الثاني. دونك المجاهيل لي زانكوني نحطهم في الطرف. شنو هما لي زانكوني؟ هما لي فيهم x، هادي وهادي، بجوجهم خصو يكون عندي في هاد الطرف، وهاد ناقص 7 وهاد ناقص 9 يكونوا عندي في الطرف الثاني. دونك غندير تساوي هنا. تابعو معايا. هنا 3x غنخليها في بلاصتها، وغنجيب حداها ناقص 2x غنبدل ليها الطرف. غنجيبها هنايا غتعطيني زائد 2x ناقص 7، الى ديتها للطرف الاخر تولي 7 ثم ناقص 9. 3x زائد 2x هي 5x، 7 ناقص 9 هي ناقص 2x كتساوي ناقص 2 5 على 5. اذا -2/5 est la solution de cette équation. الان غادي نمشيو معادله من الدرجه الثانيه وتؤول في حلها الى معادله من الدرجه الاولى. يعني ملي كنبغيو نحلوها كنرجعوا المعادلات من الدرجه الاولى. مثلا هنا عندي x زائد 5 عامل x ناقص 3. هنا ما نشروش كما قلت لكم في هذا في القاعده، ما نديروش x في x تعطيني x كاغي وتلاقص 3 x زائد 5 x ناقص 15. نو الا درت هذه الطريقه هذه غتعطيني معادله من الدرجه الثانيه وما غاديش نعرف كيفاش ندير ليها الحل. الو هنا شنو غنديروا؟ غنخليو التعميل، وحتى لو ان كان عندي معادله من الدرجه الثانيه غنحاول انا نعملها. دونك هاد الاكسبرسيون هذه هي اللي خاصاني باش نستعمل هاد القاعده ديال ا فوا بي كتساوي صفر، يعني ان ا كتساوي صفر او بيان بي كتساوي صفر. اذا هنا شنو غنديروا؟ اكس زائد 5 كتساوي صفر، و x ناقص 3 كتساوي صفر. هنايا x زائد 5 كتساوي صفر، يعني x كتساوي ناقص 5 كتساوي ناقص 5. وهادي و x ناقص 3 نجيبها للطرف الثاني تساوي 3. اذا المعادله تقبل الى دمي دو سوليوشن. L'équation admet deux solutions, sont moins 5 et 3. Ou l'on colo, moins 5 et 3 sont des solutions de cette équation. Donc, d'abord, il s'agit de l'akhir,
نحطو فيه الاعداد او الحلول اللي لقينا موان 5 اي 3 سون دو سوليسيون دو سيت ايكواسيون. نمشيو المعادله الثانيه اللي هي بنفس الطريقه. عندي هنا جداء ديال جوج ديال الحدود وكل حد عباره عن تعبير بمجهول من الدرجه الاولى. الوغ شنو نديرو في هذه الحاله؟ ايضا غناخذو 4 اكس ناقص 1 كتساوي 0 و بيان سي اكس بلس 5 ايجال 0. نمشيو نديرو لا سامبليفيكاسيون اولا لا ريزولوسيون. عندي 4 اكس كتساوي 1 4 اكس كتساوي ناقص 1 نجيبوها هنا تولي 1 و 6 اكس زائد 5 نجيبها للطرف الثاني تولي ناقص 5. الوغ اكس شنو كتساوي؟ 1 مقسوم على هاد 4 و بيان 5 6 اكس كتساوي ناقص 5 على هاد 6 اللي هنا. اذا شنو نقولوا في الاستنتاج؟ 1 سور 4 اي موان 5 سور 6 سون دو سوليسيون دو سيت ايكواسيون سون دي سوليسيون دو سيت ايكواسيون. دونك هنايا نمشيو لهاد ليكواسيون هادي كما كتشوفوا ناقص 8 اكس مضروبه في ناقص 3 ناقص 6 اكس تساوي صفر حتى هي عندي جداء هنا ما نمشيش نبدا ننشر الا نشرت غتعطيني هنا اكس اس 2 وصعيب عليا نحلها. الو شنو غندير؟ غناخذ هاد الاولى هاد العامل الاول ناقص 8 اكس كتساوي صفر او بيان بيان او ناقص 3 ناقص 6 اكس كتساوي صفر 3 ناقص 6 اكس كتساوي صفر. نقوم بالحل. دونك هنايا شنو كيعني هاد ناقص 8 الا قسمت على صفر على ناقص 8 راه هي صفر. دونك تعطيني الحل الاول اللي هو صفر او الحل الثاني هنايا شنو غنديرو؟ ناقص 6 اكس نجيبوها للطرف الثاني اولا ناقص 3 هي اللي نجيبوها للطرف الثاني. دونك هادشي بحال بحال. دونك نخليو ناقص 6 اكس هنا تساوي ناقص 3 نجيبها للطرف الثاني تولي زائد 3 اكس كتساوي 3 على ناقص 6 اكس كتساوي دونك هنا اللي اختزلنا ب 3 غتعطيني وهاد الناقص اللي عندي هنا ما ننساش تعطيني ناقص 1 على 8. دونك شنو غندير في الاستنتاج؟ 0 اي موان 1 سور 2 سون دي سوليسيون دو سيت ايكواسيون. نمشيو اول ليكواسيون اللي موراها كيما كتشوفوا هاد ليكسبرسيون هادي فيها كاري من الدرجه الثانيه. كيما قلت لكم من قبل ما نخليوش هاد المعادلات بهاد التعبير هذا اللي فيه لو كاري اللي فيه الدرجه الثانيه. نحاولوا نعملوه ما امكن باش نحصلوا على معادلات ديال الدرجه الاولى بحال اللي شفنا في المثال اللي قبل. اذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف كيفاش ممكن كيفاش ممكن نعمل هاد ليكسبرسيون هادي. دونك انايا هنايا ابارامون كيبان لي بلي راه هنا 2 اكس كاري وهاد 12 هي 3 هي 3. دونك غادي نحاول نفتح قوس. هاد 12 هادي هي شنو كتساوي؟ 3 في 4 كتساوي ليا 3 في 2 في 2 عاد هاد اكس لي هنا زائد هاد 9 كتبان لي انها كتساوي دونك هنا باش ما تخربق ليش 3 كار كتساوي صفر. منساوش هادي تساوي صفر لان هاديك المعادلة. هنايا شوفوا معايا 2 اكس كاري ناقص 3 في 2 في 2 اكس زائد 3 اس 2. ها الى اعتبرت 2 اكس هو ا هادي راه معادلة هادي راه عفوا متطابقة هامة. دونك الى شفتوا معايا هنايا هاد 2 اكس اللي خدينا هو بوتيتا ها هو عاوتاني بوتيتا وهاد 3 اس 2 هاد 3 بوحدها ناخذها هي بوتي بي ها هو بي يعني كتكتب على شكل ا اس 2 ناقص 2 في ا في بي زائد بي اس 2. اذا هذه متطابقه هامه اللي غادي نحاولوا نعملوا على هذا الشكل 2 اكس عندي هنا ناقص دونك كتكون ناقص 3 ها هو بي لو تو كاري كتساوي صفر. دونك تفهموا معايا هاد ليكسبرسيون هادي راه بحالاش الا بغيتي نكتبها بطريقه اخرى. هاد ليكسبرسيون بغيت نكتبها بطريقه اخرى راه هي 2 اكس ناقص 3 عامل لي 2 اكس ناقص 3 لانها هي او كاري كتساوي صفر. دونك شنو غتعطيني؟ هادي كتساوي صفر. شنو غتعطيني؟ هادي كتساوي صفر او هادي كتساوي صفر. دونك كتعطيني 2 اكس كتساوي 3 يعني اكس كتساوي 3 على 2. هنا 2 اكس كتساوي 3 يعني اكس كتساوي 3 على 2. دونك يعطوني بجوجهم نفس الحل. اذا انا شنو غادي ندير هنايا؟ بيسكو عندي 2 اكس ناقص 3 اس 2 غادي مباشره 2 اكس ناقص 3 اس 2 كتساوي صفر.
إذن بيان ألوغ 2 إكس ناقص 3 كتساوي الصفر، يعني هادشي اللي داخل المربع راه كيساوي الصفر، وبالتالي فإن إكس كتساوي 3 على 2. هاد ليكواسيون هادي إلا دمي أون سوليسيون تقبل حلا وحيدا اللي هو 3 على 2 أون إكخي 3 سور 2 إي لا سوليسيون لوسيون دو سيت إكواسيون دو سيت إكواسيون. نمشيو ليكواسيون لي موراها x زائد 5 أس 2 x زائد 5 أس 2 دونك نحاول نحلها هنايا x زائد 5 أس 2 ناقص 9 كتساوي صفر. دونك حتى هنايا ممكن أنكم تبداو تنشرو وتعطوني يعني هذا وتخرج لكم معادلة من الدرجة الثانية ومغاديش تقدرو تحلوها. إذا هنايا عندي جوج طرق باش نحل هادشي، عندي جوج ديال الطرق، اما غناخد x زائد 5 الكل اس 2 كتساوي 9 وهاد 9 هاد 9 هي 3 اس 2 داكوغ، او غناخد طريقه اخرى هي انني نحاول نخرج من هذه متطابقه هامه متطابقة هامة كي غندير ليها. غناخذ هذه اكس زائد 5 كاري ناقص 9 هي 3 كاري كتساوي صفر. هاد 3 بوحدها غنعتبرها هي بي، وهاد اكس زائد 5 غنعتبرهم هما ا داكوغ، يعني ا اس 2 ناقص بي اس 2 هي شنو؟ هي ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي، علما ان ا هي اكس زائد 5. دونك هنا نكتب x زائد 5 عفوا انا غنكتبها هنا x زائد 5 ناقص b اللي هي 3 ناقص 3 عامل لي زائد x زائد 5 دائما زائد 3 هادشي كامل كيساوي صفر. دونك غادي نحاول نسامبليفي هادشي اللي لداخل x زائد 5 ناقص 3 نحيد هاد القوس هذا x زائد 5 ناقص 3 يعطيني x زائد 2 عامل لي x زائد 5 زائد 3 هي x زائد 8 كتساوي صفر. ها هنا رديناها بحال التعابير اللي كانوا عندي من قبل. اذا شنو غندير هنا؟ غندير هادي تساوي صفر او هادي كتساوي صفر. x زائد 2 كتساوي صفر كتعطيني الحل x كتساوي ناقص 2، و x زائد 8 كتساوي صفر كتعطيني الحل الثاني اللي هو x كتساوي ناقص 8. اذا الاستنتاج ديالي شنو غندير فيه؟ -2 -2 اي -8 سون لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون. نمشيو الان المعادله الاخيره اللي عندي هنايا. كما كتشوفوا هاد المعادلة هادي مكتوبة على شكل 2 إكس ناقص 1 أس 2 3 ناقص إكس 2 إكس ناقص 1. كنلاحظ أن هادي كيتشبه لهادي، يعني علما أن هادي فيها الكاري. أش غندير هاد الكاري اللي هنا غنحاول نكتبو بطريقة واحدة أخرى، 2 إكس ناقص 1 عامل لي 2 إكس ناقص 1، هادي هي 2 إكس ناقص 1 كاري ناقص 3 ناقص إكس عامل لي 2 إكس ناقص 1. شنو غادي ندير؟ غادي نعمل بهادو هادي وهادي، دونك غتعطيني 2 اكس ناقص 1 عامل لي، دونك الا عملت بهادي وبهادي غتعطيني 2 اكس ناقص 1 عامل لي 2 اكس ناقص 1 هو العدد الاول ناقص، ونستعمل الاقواس باش ما نتلفش، اكس ناقص 3 عفوا 3 ناقص اكس 3 ناقص اكس كتساوي صفر. إذا شنو غنديرو دابا؟ نسد هاد القوس هذا، غادي نسامبليفي هادشي اللي لداخل، هادي غتبقى عندي 2 إكس ناقص 1 عامل لي 2 إكس ناقص 1 ناقص، نزول القوس ونغير جميع الإشارات اللي لداخل، ناقص 3 هنا ناقص إكس مع ناقص غتولي زائد 3 زائد إكس عفوا كتساوي صفر. إذا 2 إكس ناقص 1 عامل لي 2 إكس زائد إكس هي 3 إكس ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4. إذا شنو غندير هنا؟ هنحصلت على التعبير اللي بغيت، هادي كتساوي صفر أو
هذه كتساوي صفر، هذه كتساوي صفر. الى حل غتعطيني يعني اكس كتساوي هاد ناقص واحد نجيبها للطرفين تولي واحد ونقسموها على اثنان، ها هو الحل الاول. او 3 اكس ناقص 4 يعني الحل هو 4 ناقص 4 نجيبها للطرفين تولي 4 ونقسموها على 3 تعطيني اكس كتساوي 4 على 3. دونك المعادله تقبل حلا، ليكواسيون ادمي دو سوليوشن سون 1 sur 2 et 4 plus 3. أو نقولو 1 sur 2 et 4 plus 3 sont les solutions de cette équation. دونك كان هذا هو الدرس المعادلات والمترجحات les équations et les inéquations. وحاولت أنني نعطيكم كالكو إكزارسيس من سلسلة ديال التمارين اللي ديجا حطيتها لكم في الجروب، وعلى على أساس أننا غادي نحاولو أننا نديرو حصة واحدة أخرى باش نكملو تصحيح تمارين السلسلة. نتمنى ان الشرح يكون واضح، نتمنى انكم تكونوا نكون بلغت ولو القليل من خلال هذا الفيديو، والى لقاء قادم في فيديو اخر.